بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب بخير جميعا يا شباب. تحت ما نفايند ذا نيم اوف اسبيسيفيك فورم ان ذا دوكيومنت راح نتكلم عن آلية نقدر نخليها نلاقي الاسم بتاع فورم معين في الدوكيومنت. وهنا عندي فورم اتنين فورم واخد نيم الاولاني فورم واحد والتاني واخد فورم اتنين والبوتوم بتاعي والاتش واحد لها عرض من خلالهم الايه الاليه والفانكشن بتاعي. الفانكشن ديت مكتوب فيها دوكيومنت انت باي اي دي ان اتش تي ام ال دوكيومنت وبنادي على الفورم تمام ونفس الاليه بالظبط. هبتدي افتح القوسين بتوع الاري انا يعني كده عايز مين. انا كده بنادي على عنصر اللي ترتيبه الفورم يعني ها العنصر اللي هو نوع فورم اللي ترتيبه صفر اول عنصر موجود في الاري عايز منه ايه. لو انا قلت له عايز نيم تمام كده يبقى انا عايز الاسم بتاع اول عنصر موجود اول عنصر من نوع فورم موجود في الدوكيومنت. فانا عملت ريلود وعملت شو هلاقي ان الاسم ده فورم واحد تمام. لو انا قلت له والله يا جماعه العنصر ده كان الثاني ترتيبه الثاني في الدوكيومنت ورجعت عمل شو هيقول لي والله ده اسمه فورم 2 بنفس الآلية اللي احنا كنا شغالين بيها من الفورم الأولاني كان اسمه فورم 1 والفورم الثاني كان اسمه فورم 2. ديت الطريقة اللي هتبدأ من خلالها توصل لسبيسيفيك فورم ان ذا دوكيومنت. يا رب اكون وفقت في التوضيح المطلوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.